فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من الأفضل مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف، ذلك بعدم الإطالة عليهم؟ إقامة السنة، العمل الذي يشرع هو العمل بالسنة، والمأمومون على حسب ما تعودهم، إذا عودتهم اعتادوا، إذا بينت لهم السنة قبلوها، أما إذا ما بينت فهم يميلون إلى الراحة ما في شك، لكن إذا بينت لهم سنة الرسول في الكسوف فإنهم يقتنعون بهذا. نعم.